رأتك جهينة شابا. ليس بعد يا بهزيع، ليس من اليوم الأول يا رجل. يا قوم ماذا؟ هل تريد أن تسمعنا حكاية عن زواج العجائز؟ ثكلتك أمك يا أبا ربيع. أمي ثكلتها منذ أن ولدت جهينة يا أبا طراقة. يا قوم أريد أن أتحدث إلى أبي طراقة في خلوة. أتريد أن تنصحه كيف يعامل زوجته الجديدة؟ ومن أين لابن الرومية أن ينصحه بأمور كهذه؟ هل تزوج من قبل؟ دعونا وحدنا يا قوم. ولكننا لن نغيب طويلا. كأن جوفك مليء بما لا يسر يا ابن الرومية. وهل عهدتني أبوح بما لا يسر؟ هذا يتوقف على ما تحمله الآن. الخير، أحمل الخير يا أبا طراقة. فاغمرني به إذن. هل أنت سعيد بزواجك من جهينة؟ أجل، أنا سعيد بزواجي من جهينة. أعجبتني القلادات التي وضعتها جهينة حول عنقها. هذه هدية شاهين لأبيه في زواجه. ومن أين أتى شاهين بتلك القلادات؟ ألا تذكر القافلة التي مات أصحابها بسبب الوباء؟ تلك القلادات بعض مغانمها. لا يا أبا طراقة، تلك القلادات ليست مما غنموه. على الأقل تلك القلادة الكبيرة المرصعة بأحجار الياقوت. ماذا تعني يا ابن الرومية؟ تلك القلادة جلبها عقاب معه يوم داهم وكر ابن العلقم. أنت تهذي يا ابن الرومية. قد رأيتها بين يدي أسامة يوم عاد عقاب، وما كنت لأنسى شكلها وهي بذاك الحجم والجمال. بح بما يخفيه قلبك يا ابن الرومية. قد بحت وانتهى الأمر. لا، لم ينتهي الأمر بعد. أنت وولدك شاهين من سرق ثروة ابن الوهاج. أتقتلني لصراحتي أم لكشف أمركما؟ أقتلك لتجرؤك على سيدك، فلست بالسارق، لا أنا ولا ولدي. فلماذا تشير سيفك في وجهي إذن؟ لأنني لا أحب الأوغاد أمثالك. أصبحت وغدا يا أبا طراق. أصبح ابن الرومية وغدا؟ أصح برأس ابن الرومية لأنه كان أعمى البصيرة طوال الوقت، لأنه لم يكشف معدن صاحبه إلا اللحظة. ما قيمة حياة المرء إن عاش مخدوعا؟ وأنا الذي أعنتك على ابن الوهاج، أنا الذي أجلستك على كرسيه. يا لعارك يا ابن الرومية، يا لهول الندم القادم إليك. أعني يا أبا طراق، أعني على النهوض، فلا أريد أن أموت جالسا. هل نصرك حاد يا أبا طراق؟ أسلم أنك فقدني ذكاء. لا 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 لا، ولا أنت تملك عقلا لا يملكه مئة رجل ذكي. أما أنا فمجرد مدع لا يملك من الذكاء إلا ما يجعله فريسة سهلة بين مخالبك. هيا اغمد سيفك، اغمده يا أبا طراقة. ولكن ماذا ستقول لهم؟ قتلت المقعد بن الرومية حبا في القتل؟ لن تسلم من نقمة القوم يا أبا طراقة. أقسم إن نطقت كلمة واحدة فلن أتوانى عن قتلك لحظة واحدة. اطمئن، إن تحدثت الآن فسأثير نقمة القوم علي أنا، فأنا الشريك الأهم بكل ما فعلت، وربما لا يصدقونني ويكذبون سيدهم الكريم المعطاء. أنت فقتني ذكاء. ابن الوهاج كان محقا في كل ما قاله. أي رجل عظيم أنت يا ابن الوهاج،
الآن فقط أدميت قلبي يا أبا طراقة. الآن أدرك كم ظلمنا ابن الوهاج، فقط لأنه كان نافذ البصيرة التي افتقدناها جميعا. تعال وأعن أباك على قتلي. ولماذا يريد قتلك؟ لأني كشفت حقيقته، حقيقة ما كان يخطط له. لست وحدك من وقع ضحية خداعه يا ابن الرومية، قد كنت الضحية الكبرى، ضحية سفك دمها وهو يبتسم. جعلني أحقد على ابن الوهاج مدعيا بأنه قتل أخي وحاول الاعتداء على أمي. الآن فقط أخبرتني أمي الحقيقة، الآن فقط أخبرتني أنه لم يكن لي شقيق. تسألني لماذا الآن؟ ربما لأنها أصبحت زاهدة بالحياة ولم يعد يهمها الطرد من القبيلة. أي أب أنت يا أبا طراقة؟ أي أب؟ أصمت يا شاهين. صمت طويلا يا أبي، تركتك تبعد العنقاء عني، ساعدتك في سرقة المال، وكدت أقتل ابن الوهاج لهفة عليك. لماذا فعلت بولدك كل هذا؟ لماذا؟ بل لماذا فعل بالقبيلة كل هذا؟ لماذا فرقها وشتتها؟ لماذا أدخل العداوة والخبث إليها؟ إن لم تحبس لسانك في حلقك قطعته. كل هذا من أجل أن تصبح سيد القبيلة؟ ها أنت سيدها، ولكنك سيد على ركام، على أنقاض كانت يوما ما أرضا طيبة. كنت ستتبرأ مني لو لم أكن عونا لك، ولكني لا أستطيع أن أتبرأ منك لأنه حق الأبي على ابني. ولكني ما عدت لك، ما عدت لأغراضك. إن أخرستني فهل تخرس ولدك؟ ما عاد ينفعكما شيء، فقد انتهى الأمر. أشعر بالقهر يملأ صدري يا أبي، ولا أجد القدرة على التحرر منه. أهو الشوق الزائد لرؤية عقاب وأسامة؟ هو الشوق لرؤيتك نقيا صافيا كعهدي بك. أتشكين بنقائي يا عنقاء؟ هو شك ضعيف، لم ينسني أنك أبي الذي طالما أعجبت به. ماذا قلت يا عنقاء؟ صدري يضيق يا أبي. ألا تزيحين عنه ما تحملينه؟
أرغب في ذلك، ولكني أؤجل البوح به خشية نتائجه عليك. إذن فالأمر يمسني بشخصي ويمسني أنا أيضا، ويمس آل الوهاج كلهم. تكلمي يا عنقاء، أرى أنك لست راغبة بتأجيل الأمر أكثر. على ألا تنتابك ثورة غضب قبل أن أفرغ ما لدي. لا لا لا، لن أتفوه بكلمة واحدة حتى تصمتي فأتكلم. هيا يا عنقاء، ابدأي حديثك. قيل لي، والقول لشاهين نقلا عن أمه وأبيه، إنك منذ زمن بعيد قتلت شقيق شاهين وهو طفل في السابعة من عمره، وإنك قد حاولت الاعتداء على أمه. هذا الخبر هو الذي قطع حبل الود بيني وبين شاهين، فقد تشاحنا وكذبت كل ما قاله. أبي، ها نحن الآن بعيدين عن الخلق، نقبع تحت سماء تمنحنا الدفء والضوء، فلا أقل من أن نكافئها فيكون الصدق بابنا الذي نطرق. أنا قتلت شقيق شاهين؟ ومتى كان لشاهين شقيق أقتله؟ ومتى كنت فاجرا طائشا لأعتدي على النساء؟ لا تتابع دفاعك عن نفسك يا أبي، لعمري لقد كذب شاهين وأمه وأبوه. وجعلت ما قلته راسخا في أعماقك طوال هذه المدة، تركت أباك يشوه في داخلك، صدقت تلك الأكذوبة القذرة وجادلت نفسك في صحتها. أنت التي تعرفين أكثر من الجميع من هو أبوك وأي قيم ومبادئ يحمل. أنت تتركين وسواس أبي طراقة يخدش قناعتك بأبيك. أبو طراقة، ومن غيره يطلق علي هذا؟ وإن كان شاهين قد تجرأ بمكاشفتك بالواقعة، فلا شك أن أبا طراقة قد نشرها في القبيلة كلها، ولهذا قابل للناس بما قابلوني به قبل رحيلنا. ولماذا يفعل أبو طراقة كل هذا؟ إنه شرك الحقد الذي أوقع نفسه به، ولن يكف حتى يموت في شركه. أيها الباشر، سأقص على أخيك كل ما أخبرتني به حتى تتأكدان من أنني لم أجر على أبي طراقة في أي كلمة قلتها عنه. ألم تطرحوا عليهم فكرة التمازج بيننا؟ قلنا إن سيدا من سادة العرب الأقوياء يطمح أن يلتحم معكم، فنكون أسرة واحدة يجمعها الفرح كما يجمعها الكرب، لنقف كالطود في بطن الصحراء. وماذا كان ردهم؟ رفضوا، وكل أورد حجة مختلفة. لا يحبون أن يقاسمهم أحد ما ورثوه عن أجدادهم. وأنتم زاهدون بما ورثتموه عن أجدادكم. أجل يا أسامة،
قد رأينا في تجوالنا أراضي غنية بمائها وخضرتها، حتى اشمأزت أنفسنا من أرض الباهلي التي نعيش عليها. من منكم راغب في البقاء هنا على هذه الأرض؟ لا رغبة لنا إن لم تسبقها رغبتك، وما كنا لنخالفك الرأي. هذا رأي الجميع؟ نحن مع ما تقول يا أسامة، وقد عاهدناك على الطاعة، مرنا فنطيع. إذا سنترك أرض الباهلي لصاحبها ونختار الأرض التي نريد رغما عن أهلها. أنت بهذا تشعل حربا يا أسامة. هم من أشعل الحرب عندما رفضوا الالتحام بنا. ولكنهم أحرار فيما يملكون. ونحن يا جلمود، هل سنعيش عمرنا في هذه الأرض القاحلة التي لا تطرح إلا الفقر وقلة الماء؟ لا ذنب لهم في أرض اختاروها قبلنا، ولا سلطة لنا عليهم. وذنبنا أن الباهلي اختار هذه الأرض ليقيم قبيلته عليها. ربما لم يبحثوا جيدا، ربما أن أرسلنا غيرهم عادوا إلينا بما نحب. لن يعودا بأكثر مما عدنا يا جلمود، ولن نمضي حياتنا بحثا عن أرض يجب أن تكون لنا لأننا الأقوى. نحن نعرض أن نشاركهم الأرض ليشاركون المجد، فهل يرفضون وأسكت؟ ولكنهم يا أسامة. أصمت يا جلمود. كيف أصمت وأنا أراك تدفعهم إلى حرب لا يعرف أحد نتائجها؟ أنا من يقدر نتائج الحرب. ولكنهم عرب يا أسامة، فإن فعلت فأي فرق بيننا وبين الروم؟ أصمت يا جلمود، فقد عيل صبري. أنت تعرف الأعراب يا أسامة، لن يدعوك تحتل أرضهم حتى لو ماتوا دون ذلك، فأي دماء ستسفك؟ اغرب عن وجهي يا جلمود. إنك أبرع مني، ولكني مع هذا سبقتك بأيام يا ضرار، بأيام لا تحسب مع السنين. ولكني أحسبها، فإن رزقنا بولدين قوي ولدي على ولدك لأنه الأكبر. فإن كانا بنتين نكرر الحسبة ذاتها. فإن ولدت لك وردة بنتا وولدت لي ريم ولدا، ماذا نفعل؟ زوجناهما وغدونا متعادلين. قد بعثتما في نفسي الرغبة في إنجاب ولد. قل الصدق يا شهاب، الرغبة في إنجاب ولد أم الرغبة في الزواج؟ الزواج أولا. هل أنتم عازفون عن الطعام؟ أي القبائل وجدتموها الأصلح لنقيم عليها؟ كثيرة هي القبائل التي تصف. أيها أقرب إلينا؟ ولا واحدة يا أسامة، القبائل الغنية بأرضها معظمها يقع شرقا. أي القبائل أطيبها أرضا؟ لا أطيب من أرض الأشعث بن الأكثم. الأشعث بن الأكثم، سمعت بهذا الاسم، وكيف لا تسمع به وهو علم؟ هل مررتم بقبيلة الأشعث بن الأكثم؟ تجاوزناها، ونحن نعلم أن الأشعث لن يقبل بفكرة الالتحام، فقبيلته من أقوى القبائل ولا تحتاج لمن يشد أزرها. أنت تبالغ في تقديرك للأشعث ورجاله. لا أظنه يبالغ يا سيد القوم، فأنا أعرفهم خيرا. وما الذي تعرفه عنه؟ الأشعث رجل قوي عنيد جسور، وولده ضرار مثله. أما عكرمة فهو في قوة 20 فارسا مجتمعين. ومن يكون عكرمة هذا؟ فارس في القبيلة ما أنجبت البلاد مثله، ما صارع أحدا إلا وغلبه في أقل من طرفة عين، قتال بمهارة عالية. أعرف كيف يقاتل.
يقاتل رجالك. أراهن أنهم لا يصمدون لسيفه. أنت بهذا تحقرني لا تحقر رجالي. ما قصدت هذا يا سيد القوم، أقسم إني ما قصدت هذا، إنما أردت أن تحتاط الأمر فتعرف من تريدون أن تحاربوا. إنهم ليسوا لقمة سائغة، خاصة عكرمة. أنت تغريني بغزوهم يا سهيل. أريد أن أثبت لهذا الجاهل أي فرسان أنتم. أريد أن أثبت للأشعث وقبيلته أنهم لم يواجهوا فرسانا حقيقيين من قبل، وأن جوارحي ما خلقت إلا لتقسم الظهور، وما كنت أدخركم إلا لهذا. ونحن ما ادخرنا أنفسنا إلا ليوم نكون فيه لك فخرا يا أسامة. سيدركون من هم الجوارح، ونحن رهن إشارتك يا أسامة. وأنا من سيقودهم إلى الأرض التي ينشئون عليها القبيلة القوية المنيعة. قد مررنا بالكثير من القبائل دون ما فائدة. ما زالت هناك قبائل لم نمر بها. لا تخف أيها الباشا، لن يكون بحثنا دون جدوى. أتعرف بما أفكر يا أبي؟ أفكر أن أبا طراقة قد خطط لكل شيء بدقة وخبث شديدين. لعمري قد فعل ذلك. هذا يعني أن جلمودا قد يكون بريئا من سرقة ثروتنا. أنا واثق من ذلك، وقد اتهمته بالسرقة أمام القوم قبل رحيلي. كما توق للقياك يا أبا طراقة. أنت أم أنا؟ هل أنت من قبيلة الأشعث؟ لا، لما تقول هذا؟ لأن ما تعرفه عنهم لا يعرفه إلا الساكن بينهم. قد أقمت بينهم قرابة الشهر، ولهذا عرفت ما عرفت. من أي قبيلة أنت؟ من قبيلة قصير بن المجذوم، إنها على مقربة من قبيلة الأشعث. ولما تركت قبيلتك؟ قد دب خلاف بيني وبين بعض أفرادها فآثرت الخروج منها. لم تستطع أن تخرجهم فخرجت أنت؟ أنا أيضا كنت أقيم في القبيلة غير راض. أحسبك كاذبا يا سهيل، ولكن ما لنا. كم يبلغ عدد فرسان الأشعث؟ ليس بكثرة عدد فرسانك يا سيد القوم، ليس بكثرة عدد فرسانك، لكن القوة في ثلاثتهم، وعكرمة أشدهم بأسا. أثقلت علي بالحديث عن عكرمة هذا. عندما تلقاه يا سيد القوم. هل رأيتني كيف أقاتل أيها الصعلوك؟ لم يخلق بعد من لا يقهر على يدي. ولكنك أجدت يا سهيل، أجدت ودفعت بالتحدي إلى عروقي. لن ألقى عكرمة وحده، سألقاهم ثلاثتهم وسأصرعهم دفعة واحدة. أحب أن أقاتل الأقوياء، لأنني عندما أقتلهم أشعر بنفسي قوية. ستكون معنا وسترى بعينيك. إنها خمسة أيام فقط يا أبا ضرار، خمسة أيام. يجب أن تعود بطرائد كثيرة تكفي القبيلة كلها والقبائل المجاورة أيضا. هيا. لن أحاربهم، لن أهدر نقطة دم واحدة. هل عرفتني دمويا يا جلمود؟ عرفتك لا تترك أمرا تريده. الأمر بيني وبين أبي،
وما علاقة أبيك في الأمر؟ قد قبلت دخول امتحانه لأثبت له أنني الأكفأ بين إخوتي، أنني الأصلب والأقدر على الإنجاز الصعب. أتسمي ما ستفعله إنجازا صعبا؟ عندما سيرى القبيلة التي سفهها لضعفها كيف أصبحت تفوق قبيلته قوة وجسارة، سيدرك أن أسامة هو الأعظم بين أشقائه. لقد حولت القبيلة فعلا إلى ما ذكرت، فلماذا لا تبقى فيها وتبعث له حتى يرى إنجازك الذي حققت؟ هنا في هذه الأرض المسخ لا يا جمود، قبيلة كالتي أطمح إليها لا تبنى إلا على أرض كأرض الأشعث. وعندما أنتهي مما أريد ويرى أبي ذلك بعيني، سأترك الأرض للأشعث ولأصحابه. أنا كالسمك يا جمود، لا أعيش خارج الماء، ومائي هو قبيلة وحاش. إذن فقد فعلت ما كنت تنكرينه. أنا تلقيت الفعل فقط، فحاسبي من فعل. لا أحاسب رجلا أغويته برخص وصفاقة أيتها المأفونة. لأنك أم لولد زوجي أسامحك يا خولة. تسامحينني أيتها الجارية؟ تسامحين سيدتك؟ وأستطيع أن أخبر أسامة أيضا فيلجمك عني. لو كنت أخشاه لقبلت أن أعيش مع جارية وضيعة في خيمة واحدة. هيا هيا اخرجي يا خولة. تطردينني من مخدعي وأنت ما زلت تعلمين بأني زوجته؟ لم تعدي زوجته يا خولة، فقد هجرك إلى الأبد. أنا من هجرت فراشه أيتها المأفونة. وتأتين لتلقي باللوم علي، لو لم يلقى منك ما يكره لما أتى لك بضرة. لم يلقى مني ما يكره، لكنه لاقى منك النجوم التي يحب. وهذه ميزة تنحنين لها مغلوب. هذه ميزة من لا يملكن أخلاق العربيات. قد ملكت أخلاق العربيات يا خولة، فبماذا عادت عليك؟ ها أنت تأتين إلي والحسد يفجر وجهك. لن أحصد امرأة فاجرة، فقد أنجبت ولدا سيقتلع عينيك عندما يكبر. وسأنجب له 10 أولاد. 10 أولاد يا خولة يدفنون ولدك حيا. ماذا؟ أتفكرين في ضربي يا خولة؟ ضربك لن يشفي غليلي. أتحداك أن تفعلي، فأنت لم تعودي سيدتي، على العكس تماما. أنا الآن بمثابة سيدتك، لأن سيدك فضلني عليك. أيتها اللعين، لن أحاربهم يا جمود، سأبعث إليهم برسول يعرض عليهم ما نريد دون أن يذكر اسمي، حتى لا يقترن طلب الحاجة باسم أبي. وأرى أن تكون أنت رسولي إليهم. لم أقتنع بكل ما قلت حتى أكون رسولك يا أسامة. أرجو المعذرة، فقد اعتدنا الصراحة. أقدر لك صراحتك. قد طغت بطيرة وتجبرت يا أسامة. من منكما بدأ بالعراك؟ هي من بدأته يا أسامة، وفي مخدعك أيضا. إلى خيمتك يا أم ليث، هيا. قلت إلى خيمتك. لن أدخل إليها يا أسامة. وأنت أيضا. فليذهب كل إلى شأنه. هيا. سألتك ماذا تريدين مني يا أم ليث؟ أريد ولدي، ولدي يا أسامة. فما حاجتك إذن للشجار مع بثينة؟
إنها الغيرة والحسد يا أسامة. أغلقي فمك يا بثينة. تريدين ولدك يا أم ليث؟ أجل. وأنا؟ أنت لك بثينة. الزوجة لا تكون بديلا عن الولد. أنت أردتها بديلا. أنا أردتكما أنتما الاثنتين وما زلت. لأجلك أنت يا أسامة أقبل ذلك بطيب خاطر. وأنا أرفض بحزم. إذا ما زلت على عنادك. لا أستطيع أن أكون لك زوجة وبثينة تحت سقفك. لهذا يا أسامة أعطني ولدي وحريتي لأريحك مني. حريتك تأخذينها في اللحظة التي تريدين، أما ليث فلا آمن عليه إلا تحت جناحي. لن تحتاج ليثا ما دامت بثينة ستنجب لك 10 أولاد. ليث هو بكري، ولا يساوي البكر كل من تلاه حتى ولو كانوا قبيلة بأسرها. هكذا كان الباشق بالنسبة لأبي، وهكذا سيكون ليث بالنسبة لي. كوني معه يا خولة لتكوني عزيزة مثله. أنت ما زلت بالنسبة لي خولة التي أحببت. إن كان ما تقوله صحيحا فدعني أقوم على تنشئة ولدي والعناية به. إن كنت حافظا لحبنا فأجبني إلى طلبي يا أسامة. اذهبي إلى أم صالح وخذي ولدنا منها على أن أخذه منك حين تحين الساعة، فإياك أن تضعفي أو تتشبثي به. إلى أين ستأخذه؟ تعلمين أنني لن أقيم هنا أبدا. ماذا قلت؟ حسنا، حين تقرر الرحيل أكون قد وصلت إلى قرار. فإما أن أرحل معكما وإما أن ترحل وولدي بدوني. قد وعدت ريما بريم، فأي ريم نصطاده يكون لي. أريان اسمها ريم وعدتها بريم؟ أنا وعدت زوجتي أيضا بريم رغم أن اسمها وردة. أما أنا فقد وعدت نفسي بريم. سيزوجك أبي حين نعود، وأي فتاة ستختارها ستكون لك. تأخرت كثيرا يا ضرار. شهاب قد اختار فتاته وأخبر أباك بالأمر. أيها الماكر الخبيث. We'll be right back.
عليك. ونحن قتلنا منهم الكثير أيضا. لكن كيف دبت الحياة ثانية بابن العلق؟ ألم تقولوا بأن أسامة قتله؟ رأيناه يطعن، لكنه لم يقتله على ما يبدو، لذلك عاد إلينا منتقما. ولكني قتلته هذه المرة بعد أن تركتموهم يأخذون خمسا من نسائنا، وأخذوا زوجتي جهينة أيضا. لم أرك بين المقاتلين يا أبا طراقة. وأين كنت عندما قتلت اثنين من عصبة ابن العلقم بسيفي؟ تكذب يا أبا طراقة. ماذا تقول يا ابن الرومية؟ تكذب، فقد رأيتك تنسل هاربا خارجا من الساحة كلها. لأنك رجل مقعد لن أحاسبك. أفتحاسبني أنا يا أبا طراقة؟ أنا أيضا رأيتك تنسحب من ساحة المعركة. هذا كذب وافتراء. من منكم شاهد أبا طراقة في المعركة يا قوم؟ لا أحد؟ لا أحد يا أبا طراقة. السيد من يقود المعركة بنفسه يا أبا طراقة، أما من يفر منها فلا يستحق أن يكون سيدا، بل لا يستحق أن يكون فردا منا. أعترف بأنني أضعف من أن أواجه فرسانا كمقاتلي ابن العلقم، وإن كذبت فلأني خشيت أن يلحق العار بي. الكذب أشد عارا من الجبن يا أبا طراقة. كف يا ابن الرومية، فقد اعترف أبي بخطئي. سأعوضكم كل ما سلبوه، فالثروة التي جلبها ولدي شاهين ما زالت لدي. حللتم أهلا ووطأتم سهلا. أترياني تلك التلة؟ هناك تقبع الضرائد، أليس هذا ما تريد أن تقوله؟ لا، هناك كان الأنجاس يكمنون لي. هيا. أظنكم تحتاجون الراحة بعد الغداء. نحن شاكرون كرمك يا أبا ضرار، لكن لنا حاجة عندك. إن قضيتها لنا انصرفنا، فنحن على عجلة من أمرنا. حاجتكم مقضية إن قدرنا عليها. نحن نحمل رسالة من سيدنا أبي ليث، فهو سيد تشهد البلاد بنسبه الرفيع وكرمه وقوته، سيد يحيط به فرسان شجعان لا يهابون الموت ويدعون بالجوارح. لم نسمع بهذا اللقب من قبل. لأنهم حديثو الولادة. حديث الولادة لا يكون جارحا أيها الضيف، إلا إن كان الرحم الذي احتواه جارحا. هذا تفاخر نحبه أيها الضيف ولا نأخذ به. لا نفاخر بما لا نملك يا أبا ضرار. فما هي حاجتكم وما فحوى الرسالة التي تحملونها؟ حاجتنا ما تحوي الرسالة التي نحمل. تكلم يا زيد. قتناها إلى سمع سيدنا أبي ليث أن أرضكم واسعة تسبي الناظر إليها بسهرها، أما وقد رأينا ما رأيناه فقد فاق ما رأيناه كل وصف. وأبو ليث يأمل أن تقبلوا إقامتنا بينكم، نشارككم همومكم وأفراحكم، فيكون لنا ما لكم وعلينا ما عليكم. تريدون أن تشاركون أرضنا؟ تريث يا جرادة، أكمل أيها الضيف. الأرض التي نعيش عليها الآن لم تعد تتسع لنا، وهي فقيرة بمائها ومرعاها. وسيدي يعدكم إن استضفتمونا أن نكون عند حسن ظنكم بنا، كما أننا سنكون لكم عونا على الدهر والأعداء. فهل تلبي حاجته يا أبا ضرار؟ لا، لا ألبيها. بدأت حديثك بأن سيدك مشهود له بالنسب الرفيع والقوة، ثم أتبعته
بأنه محاط بجوارح لا يهابون الموت، وألحقه صاحبك بأنكم ستمدون لنا يد العون، فكأنكم بهذا ترهبوننا لنقبل. يا أبا درار، وما كنا لنقبل أن يشاركنا في أرضنا أحد حتى لو ادعى الضعف والحاجة، فالبلاد واسعة وهي تعج بالأراضي الغنية التي تسبي عيون ناظريها. ولكن أرضك واسعة وأفراد قبيلتك ليسوا بتلك كثرة يا أبا درار. هذا أمر يخصنا وحدنا أيها الضيف. أرجو أن تنقل لسيدك رسالتنا أيها الضيف. الأشعث الذي ورث الأرض عن أجداده لا يتخلى عنها ولا يشارك بها أحدا. هذا هو ردك الأخير؟ أهي لهجة تهديدا أيها الرجل؟ إن لم تكن لكم حاجة للراحة فانطلقوا مصحوبين بالسلامة. هي نصيحة يا أبا درار، اقبلها أو ادفنها في التراب. ستكونون بحاجة لوجودنا بينكم. سكنت قومك. إكرام الضيف واجب، لكنكم ما عدتم بضيوف، وأشك أن سيدكم ذو نسب رفيع، كما أشك أنكم من الجوارح. خذوا حاجتكم من الماء والطعام وانطلقوا. إذن هنا وقعت الواقعة يا شهاب. ما حدث قد انتهى، وهذه زبدة الكلام. أين الطرائد التي وعدتنا بها يا شهاب؟ ما زال أمامنا مسيرة نصف يوم. نصف يوم آخر؟ علينا أن نجد السير إذن. بالشيخ ومن معه. أنتم في دياركم ضيوفا أعزاء. إنها جولة أقوم بها بحثا عن ولدي. لم تعرفنا بنفسك أيها الشيخ لنخبرك إن كنا قد رأينا ولدك أم لا. ومن لا يعرف ليس ابن الوهاج. وأنا ولده الباشق، ومعنا أختي العنقاء، وهذا عبادة وأخوه أمانة في عنقي. سامحني على قصر نظري، فمثلك يعرف من النظرة الأولى. إنه إطراء نطرق له حياء يا أبا درار. إذن فقد جئت باحثا عن ولدك. ولدي الأصغر عقاب، وهو كالعقاب. لدينا فتى يدعى عكرمة، وأظنه يقضي حاجتك. قد وصلت إلى هدفك أيها الشيخ، فولدك مقيم بيننا كأحد أبنائنا. ولكن يا أبا درار، عكرمة وعقاب هما رجل واحد يا جراد. عكرمة هو عقاب بن الوهاج؟ أين هو يا أبا درار؟ أين ولدي؟ إنه في رحلة صيد مع ولدي درار وشهاب، ولن يعودوا قبل يومين أو ثلاثة. عبادة اخرج وبشر العنقاء. قلت إن عكرمة وعقاب رجل واحد، أهي أحجية يا أبا درار؟ في ظاهرها، ولكن في باطنها فعقاب هو أنبل من عرفنا. يا عنقاء، عنقاء. قد دخل علينا متخفيا باسم عكرمة التميمي حتى لا نعامله معاملة ابن السيد. دخل إلينا بثياب الرثة، لا يملك من متاع الدنيا شيئا إلا سيفه، سيفه الذي يقاتل به كالجبابرة.
حدثني عنه أكثر يا أبا ضرار. رأيتم أرض الأشعث؟ ما أحببنا أن نفارقها يا أسامة، فهي كثيرة عليهم، ضيقة علينا. أرض كهذه يا أسامة نحن من يجب أن يسودها، ولا يستحق الأشعث أن نرأف به لأننا لم نجد منه إلا التعالي والغطرسة. أهي الأرض التي نبحث عنها؟ هي بعينها يا أسامة. إذن ستكون لنا. أردناها سلماً فأرادوها حرباً. غداً سأشد الرحال على رأس جيشي إليهم. ما زلت غير راغب في محاربة الأشعث. لا أريد نقاشاً ولا جدالاً يا جنود. قد حزمت أمري. لن يحول بيني وبين الأشعث وأرضه إلا الموت. ما ستقوم به عين الخطأ يا أسامة؟ افعل أنت عين الصواب مرحل. عد إلى قبيلتنا وابقى إلى جانب أبي، فربما تكون أكثر نفعا. أتطردني يا أسامة؟ إذا لم تكن معي ما جدوى مرافقتك لي. اسمع يا جنود، أنا أحتاج لمن يشد على يدي لا لمن يكسرها. ليس خيرا ما س... زوجة عقاب؟ أعني زوجة عكرمة؟ أنا زوجة عقاب وعكرمة. قد أحسنت الاختيار يا عقاب. أتعرفين من نحن يا ريم؟ كفاك تعظيما لها، إنه والد زوجك، إنه ابن الوهاج، وهذه أخته العنقاء، وهذا أخوه الباشق، وأنا وأخي في ذمتهم. لقد زاد قبيلتنا قوة بما علم رجالها من فنون القتال والفروسية، وفوق هذا فقد أخذوا عنه التواضع والتسامح وبناء النفس بقوة الساعد. لكن إنجازه الأهم كان شفاء مجنون من جنونه، وولدي شهاب من كان مجنونا. لم أصبر على ولدي كما صبر عليه عقاب، حتى قلت لنفسي إن عقاباً والده. هذا هو عقاب الذي أعرف. هذا هو عقاب. ألن تغير رأيك يا جلمود؟ أحب أن تغير رأيك أنت. رافقتك السلامة. جلمود، إياك أن تذكر أمام أبي أنك رأيتني.
سنلتقي بعد أن تنتهي فترة الاختبار. Ah!
قل لي يا شاهين، كيف حال أبيك؟ كيف حاله؟ لا أدري، فلم أره منذ يومين. ونحن أيضا لم نره منذ يومين. يبدو أنه قد حبس نفسه في خيمته. أما زلت غاضبا منه؟ ماذا تريد أن تقول يا ابن الرومية؟ أجبني أولا، أما زلت غاضبا منه؟ ما زلت خجلا من أفعاله ومن نفسي أكثر. اسمع يا بني، الندم الحقيقي توبة لا رجوع عنها، وأظن أن أباك الآن يشعر بالندم. لا أجزم بكل الندم، ولكن القليل منه بداية التوبة، والتوبة تطهر النفس من الضغائن وتمسح الغمامة عن القلوب. لم أفهم ما تعنيه. اذهب إليه وانظر إن كان نادما، فإن كان كذلك فلا بديل عن الاعتراف أمام القوم بما ارتكبه، فإن فعل صادقا صفحنا عنه وعادت المياه إلى مجاريها. قد شقت المياه طريقها في أرض غير أرضها يا ابن الرومية، ولم يعد هناك مجار تجمعها من جديد، وأشك أن الندم قد وصل إلى قلب أبي. أنت مخطئ يا بني، داخل المرء لا يمكن التكهن به. داخل المرء عالم أكبر من العالم الذي نعيش فيه، عالم غريب عجيب. وأبوك وإن كان أميل للشر منه إلى الخير، فهو بشر من دم ولحم ومشاعر، وليس من صخر ونار. اذهب إليه، اذهب إليه وحاوره. أنت ولده الوحيد، ويمكن أن يكشف لك عن سريرة نفسه. حتى وإن كان مخطئا فيجب أن تقف إلى جانبه. لقد تعودنا أن نكون عكازا للأب في عجزه، وأبوك الآن في قمة عجزه. هيا هيا يا بني، وكن ولدا بارا. أنك لم تجهز نفسك للرحيل بعد يا سهيل. لم أقل إني سأرحل معكم. ولم تقل إنك غير راحل. قد فكرت ليلة البارحة ورأيت أن بقائي خير من ذهابي. بقاؤك خير من ذهابك؟ تريد أن تبقى هنا دونا عن الفرسان كلهم؟ لا أنكر أنني أحببت الحياة هنا. أحببت الحياة هنا بعد أن دفعتنا دفعا إلى أرض الأشعث؟ هو لم يدفعنا يا زيد، هو أشار علينا لغاية في نفسه، نحن من اختار واندفع. أنت تكذب يا سهيل، أنت لا تريد أن تذهب معنا كي لا تكشف نفسك أمام الأشعث.
ليس صحيحا. الصحيح هو أنك واحد منهم، وما بعتهم إلا لأنهم أزعجوك بأمر ما. ستذهب معنا رغم أنفك لأعرف ما تخفيه. تكلم الصدق وإلا دققت عنقك. أنا منهم. ولا أستطيع العودة لأنني منفي عن القبيلة. أي فعل شائن اقترفت حتى حكموا عليك بالنفي؟ قد حاولت قتل عكرمة. عكرمة الذي حدثتنا عنه؟ أجل. فترد عليهم بعمل أفظع من محاولة القتل. تخون قبيلتك وتحرضنا لاحتلال أرضها. سألقي بك عند قدمي سواء حاربناه أم لم نحارب. قيدوه. ليست هنا يا أسامة. لقد رحلت. ماذا تقول أيها المأفون؟ هي أرادت الرحيل ولم أستطع منعها، وأخذت ليثا معها. إلى أين؟ لم تقل لي. سأقتلك لأنك لم تخبرني برحيلها. ولكن قبل أن أفعل عليك أن تخبرني أي مكان قصدت. أقسم لك ذهبت إلى أبيك. أجل، قصدت قبيلتكم، تريد أن تلجأ إلى أبيك تشكو له ظلمك. فتأخذ ولدي معها. إنه ولدها أيضا، ولم تحب أن تفارقه أو أن تعهد به إلى امرأة أخرى. إنها أمه يا أسامة، أمه. أقسم إن حدث لولدي مكروه لأفصلن رأسك عن جسدك. أقسم على ذلك يا أبا عمرو. اتبعني. قد أدركت يا ابن الرومية أن الندم من أوقع أبي بالشلل، وربما لم يكن الندم، ربما كان القهر أو العجز أو إحساسه بأنكم قد تخليتم عنه جميعا، وربما كان بسبب سقوطه ضحية ما جنته يداه، وربما كانت كل تلك الأسباب مجتمعة،
ولكن في نهاية الأمر أبي قد شل شللا كاملا يا ابن الرومية، فقد النطق والحركة، وتكفيرا عن ذنوبه التي لم يتسنى له الاعتراف بها أتيتكم لأعترف عنه بكل ذنوبه. أبي من دفع ابن الوهاج لمفارقة أولاده، أبي من جعلكم تكرهون ابن الوهاج وتشكون في قواه العقلية، أبي لم يرسل أحدا لإحضار أسامة لأنه لم يكن يريد لأسامة أن يعود، لا هو ولا شقيقيه. لماذا؟ لأنه كان طامعا في كرسي ابن الوهاج. أبي من سرق ثروة ابن الوهاج واتهم جلمودا بسرقتها، وأنا كنت له معينا في كل ما فعله، ليس رغبة مني وإنما خشية الولد من غضب أبيه، ولكني ما كنت أتوقع أن تؤول الأمور إلى ما ألت إليه. ومع هذا فأنا مدان شأني شأن أبي، والقصاص الذي يستحقه أبي أستحقه أنا بدوري، ولكن أبي كما رأيته لم يعد ينفع القصاص منه، هو أقرب إلى الموت أكثر من كل حياة. أما أنا فقد جئتكم وحبل وريد يسبقني إلى سيفي، فدعوا دمي الفاسد ينزف وأقسم ألا أحرك ساكنا. أسوأ مما وقع علينا. قام كانك يا جلمود، فلا تلمسني قبل أن أتبين الأمر. أي أمر يا سيد القوم؟ لماذا سرقت ثروتي وهربت بها؟ إني أصدقك،
فعلها. إذن لماذا تركت القبيلة؟ لألحق بولدك أسامة. أسامة؟ وهل لحقت به؟ وأقمت عنده. أين؟ في قبيلة عاصم الباهلي. وهل استقر به المقام هناك؟ أجل. وهل تزوج من ابنته؟ نعم، ثم تزوج من امرأة أخرى كانت جارية زوجته. أي إنجاز تقدمه لأبيك يا أسامة؟ بما أنني أعرف أن عمل أسامة لا يقره ابن الوهاج ولا أي عربي حر، جئت إليكم لتأخذوا حذركم. كن على ثقة أيها الفارس، أرض الأشعث لم تطأها قدم غريبة بالسوء إلا وتركت عليها مبتورة، حتى وإن كان صاحبها ولدا من أولاد هذا الشيخ الجليل. أهذا ما ربيتك عليه يا أسامة؟ أهذا ما ربيتكم عليه أيها الباشق؟ أن تعتدوا على حرمة الآخرين؟ ما ربيتنا إلا على الشهامة والكرم ومكارم الأخلاق أيضا. يا والدي، لكنك تعرف أسامة خيرا منا. لن يطالنا أذاه أيها الباشق، فهو لم يختبرنا بعد. هذه نخوة محمودة يا سيد القوم، لكنها قد لا تنفع مع أسامة ورجاله. جلموت، لا أريدهم أن يستهتروا بقوته. لقد حول رجال الباهلي الضعاف الأجسام والعقول إلى مردة حقيقيين. لقد دربهم على كل أنواع القتال ولقنهم شراسته وقوته وبطشة، حتى لا أكاد أقسم إن كل واحد منهم قد أصبح أسامة. لهذا أطلق عليهم اسم الجوارح، وهم جوارح في القتال فعلا. أجل يا سيد القوم، هذا هو إنجاز ولدك الحقيقي. قبيلة الباهلي التي كنت تضعها ودود الأرض سواء، هي الآن جوارح. إنها لا تلتقط دود الأرض فقط، بل تلتقط الجبال فتقتلعها. كفاك تفاخرا بهم يا رجل، إن كانوا جوارحا فنحن سراب لن يلتقطوه، ونحن من سينتزع الريش منها كما ينتزع الشعر من لحية السفيه. لماذا تطلقون أحكامكم على الرجال قبل أن تختبروه؟ لماذا تجزمون بأن الآخرين أقل منكم شأنا بما تملكون من قوة؟ لئن كان فرسان أسامة لا يهابون الموت، فنحن هو الموت الزؤام، وأرضنا هذه هي المحك الأول والأخير. هون عليك يا أبا ضرار، أسامة لن يتجرأ على مهاجمتكم. لا تراهن على هذا يا سيد القوم، فأنا من رأيت إصراره وعناده. أيهاجم قبيلة أنا ضيف عليها؟ لا أعتقد أن أسامة يفعلها يا والدي. ومع هذا فلا ضير في أن يستعد رجالك يا أبي. متى تتوقع وصولهم يا جلمود؟ أعتقد أنني أسبقهم بيوم كاملا على الأقل. وبما أن أسامة يحمل معه زوجته وطفله، فلن يكون سيرهم سريعا. هل قلت إنه يحمل طفله؟ أجل، لقد رزق أسامة بصبي من خولة وأسماه ليثا. لقد حمل ولده اسمك يا سيد القوم. هون عليك يا أبا ضرار، إن مسني أسامة بسوء فسيمسسكم بسوء مثله. وأنت أيضا كن مطمئنا أيها الشيخ، فلن يستطيع مسنا بسوء.
يا عكرمة. ليس الآن يا جو. زوجتك كريم ليست في خيمتها، إنها عند الغدير وهي بانتظارك. إنها بخير. أهلا بك. إنها هي يا أسامة. لا يمتلك هذه الأرض إلا الأقوياء. لماذا ننتظر حتى الصباح؟ لماذا لا نغير عليهم هذه الليلة؟ الإنذار الأخير يا أبا ضرار، فأما أن تقبل بنا كما سبق وأشرنا عليك، وأما فالحرب هي الفصل يا أبا ضرار. لم يشأ سيدنا أن نغير عليكم ليلة البارحة وأنتم نيام، فهو يكره الغدر حتى لا يعير به، وقد جلبنا معنا نساءنا وأولادنا حتى لا يكون لنا عذر في العودة خائبين. أليس ثمة خيار آخر أمامنا؟ هما خياران لا ثالث لهما. إذن فهذه رسالة سيدك أسامة إلينا، أسامة بن الوهاج أعني. قد علمنا أن الجوارح ينتمون له، ولا فخر أكثر من فخر الانتماء إليه. لماذا لم يأتي أسامة معكم؟ هذا ضيف حل على قبيلتنا ومعه ولده. في أمر جلل كهذا على السيد أن يخاطب سيدا مثله، لا أن يرسل له أذنابه. ابتلع لسانك أيها الرجل، وإلا قطعته لك. الغضب مقتل الفارس أيها الرجل. أنت عكرمة الذي ذاع صيته؟ لم أعلم أن لي صيتا يذاع. ماذا قلت يا أبا ضرار؟ لا شيء أضيفه، فالأرض لنا لا نشارك بها أحدا، ولا نقبل التهديد، فنرده على أصحابه. وإن فكرتم في مهاجمتنا فوعد منا أن تكون مقبرتكم على هذه الأرض. إذن فقد انتهى الحديث بيننا. لم ينتهي بعد أيها الفارس. أرسل إلينا سيدك أسامة، الحديث سيكون معه. سيدي لن يأتي إلا على رأس رجاله، ولن يأتي لكي يتحدث. قل له إن هناك من يحمل له أنباء من أبي. وماذا لو كنتم تريدون الغدر به؟ ليس من شيم من الغدر أيها الفارس، كما أن الغدر ليس من شيم أسامة. لقد سمعنا الكثير عنه وعن أبيه وأخوته. أرسلوه فلن يخرج من هنا إلا راضيا، وإن شاء فليحضر معه أشد فرسانه. أسامة! لن أدعك تجازف بحياتك يا أسامة، سيقتلونك. إما أن تذهب والفرسان جميع معك، وإما إياك أن تحدثيني بهذه اللهجة.
إنهم قادمون. استوقفه وحاوره قليلا قبل الدخول يا أبا ضرار، أريد أن أسمع حديثه قبل أن يرى. إنهم يقودون سهيلا. هذا هو أسامة إذن. تبدو الصلابة في وجهه. سلاما أيها الأشعث. سلاما يا أسامة. هذا واحد من رجالنا، فلماذا تقيده هكذا؟ كنت سأعيده لكم مفصول الرأس، لكني آثرت أن تقوموا أنتم بذلك. إن كنت في دياركم الآن فالفضل يعود لسهيل، هو من أغراني بأرضكم ورجاني أن تكون مقرا لي. والخائن أهله لا يستحق إلا الموت. خذوا ما زلت مصرا على أن تكون أرضي مقرا لك؟ لقد حسم الأمر عندما كان رجالي بينكم، فقد اخترتم الحرب ورأيت اختياركم مناسبا لي، ولكني أتيت لرؤية الشيخ الذي يحمل أخبارا عن أبي. أسمعه ثم نرى ما يكون بعدها. لن تكون إلا الحرب. أنت هو عكرمة؟ هذا ولده ضرار. أين الشيخ؟ ترجل لتراه. Thank you.
ماذا تفعلون هنا جميعا؟ وكيف اجتمعتم قبل انقضاء المدة التي حددتها لنا؟ هذا حديث يطول وأمامنا الوقت للخوض فيه. نحن الآن في سبب وجودك أنت. ستمنعونني من محاربة الأشعث؟ لا يا أبي، هذه الحرب لا علاقة لكم بها، هذه حربي. أتعني أنك ستحاربهم وقد عرفت أننا ضيوفهم؟ الضيف لا يقيم أبدا، وقد أخذت العهد على نفسي أن تكون هذه الأرض لي. قد رفض الأشعث أن نشاركه الإقامة فيها. أكنت تقبل أن يشاركنا أحد الإقامة في قبيلتنا يا أسامة؟ هذا لا ينفع يا أبي. إذن فسيوفنا تنفع يا أسامة. سنختبرها، ما زال أمامنا الوقت لذلك. ما زلت قويا كما تركتك يا أبي. اطمئن يا أبي اطمئن، لن أمس القبيلة وأنتم فيها. سأنتظر خروجكم بفارغ الصبر ولا أساوم على هذا. دعوني وأولادي يا أبا ضرار. هذا ما أنجزه أخوك عقاب في فترة غيابه عنا. إنجاز رائع يا عقاب، إنجاز رائع. أما الباشق فقد كان إنجازه مختلفا. لقد عاد فارسا مقاتلا كما كان في زهوة أيامه، ويمكنك اختباره. قضى على عدد من الروم وأنقذ أعرابا من الأسر، كما اعتنى بطفلين ودافع عنهما بحياته، ثم أنقذني وأختك العنقاء من موت محقق. أحسنت أيها الباشق، أحسنت، فهذا ما كنت لا أتوقعه منك. أما أنا فقد أخفقت إخفاقا كبيرا، فلم أكن ابن الوهاج من دونكم كما كنت معكم، ولهذا أتيت مع العنقاء باحثا عنكم. ولكنك لم تكن أفضل مني يا أسامة. أنت أيضا أخفقت في الاختبار. لم أخفق، لأن فترة الاختبار لم تنقضي بعد. أنت تزوجت ابنة الباهلي، ثم تزوجت جاريتها، وبعد ذلك أتيت غازيا لقوم لم يمسوك بسوء. أهذا هو إنجازك الذي كنت تخبئه لي؟ أي فرق بين إنجازك وإنجاز أخويك؟ كل ما أنجزه أخواي لا يعادل تحويل ديدان الأرض إلى جوارح. حولتهم إلى جوارح ليفتكوا بالأبرياء بعرب مثلهم. سخرتهم لاحتلال أراضي الغير. هذا ليس من أخلاقنا يا أسامة، وليس هذا ما نشأت عليه أنت وأشقاؤك. قد أنشأتني لأصل إلى ما أريد. أي طريق سلكت لتصل إلى ما تريد؟ أي طريق يجعلني أعتلي السحاب وقد اعتليته، والأيام ستكشف لك ذلك. لقد كشفت لي أيامك ما لا أحب يا أسامة. هذا شأنك يا أبي، كل يرى من زاويته. ما اعتدت أن تخاطب أباك هكذا يا أسامة؟ وما اعتدت أن تحتج على ما أقوله؟ أم أن إنجازك يعطيك هذا الحق؟ إنه أخوك الأكبر يا أسامة، ولا يحق للأصغر أن يتدخل. هذا أمر، والأمر الآخر أن المدة التي حددتها لنا كفترة اختبار لم تنقضي بعد.
لك علي قبل انقضائها. هذا كثير يا أسامة. اصمت يا عقاب. لأنه ليس من العدل في شيء أن ينجز أخواي ما أنجزاه لأقف أنا معلقا بين السماء والأرض وما زال لدي متسع من الوقت لأنهي ما بدأته. العدل أن ترى إنجازي فتقارنه بإنجاز أخوي. قد رأيته. لم ترى شيئا بعد، سترى بعد انقضاء السنوات الخمس، فلا أقل من أن تتحمل جريرة ما دفعتنا إليه. هيا هيا أسمعوا. هيا وهل تظن يا أسامة أن أباك وأخويك سيقفون متفرجين عليك وأنت تحارب الأشعث وقومه؟ ولا أظن أيضا أنهم سيحملون السيف علي مع الأشعث. لئن حاربتهم يا أسامة لنحملن السيف عليك. لقد عشت في هذه القبيلة زمنا وما رأيت منهم إلا النبل والكرم والإباء، حتى بت واحدا منهم أخشى عليهم أكثر مما أخشى على نفسي. وكما كنت عونا لهم على المغيرين عليهم، فالنخوة تحتم علي أن أكون عونا لهم لو أغرت عليهم. هذا شأنك أسامة، وأنا لن أقف مكثوف اليدين عظة. والعنقاء، هل ستحمل السيف على أخيها أيضا؟ قد ربينا على أن نحمل على الظلم جميعا، وقد كنت مثلنا. لم أكن مثلكم يوما، وأبي يعرف هذا جيدا، لهذا كنت الأقرب إلى قلبه، لهذا كان يؤثرني عليكم، وإن كنت على خطأ فليجاهرني به. ربما لأنك كنت أقواهم، وربما لأني كنت أفتقد صلابتك كما يفتقدها الباشق وعقاب. ولكن بعد الاختبار الذي دفعتكم إليه اكتشفت أنهم لا يقلون عنك صلابة، واكتشفت أيضا أن الصلابة ليست هي محك معرفة المرء، وإنما مكارم الأخلاق التي يحملها. ها أنت تنزلني إلى الدرك الأسفل يا أبي، ولكني سأبقى محلقا فوق الغيوم ولن يطالني ولداك. تعال مع فرسانك وأقيموا معنا، نحن أيضا نملك أرضا طيبة واسعة، لكنها ليست كهذه الأرض. ثم إني لا أحب أن يشاركني أحد في الحكم. هل أسر لكم بأمر يضع حدا لجدالنا؟ الحصول على أرض الأشعث وبناء دولة قوية عليها كان إنجازا أقدمه لأبي ليرى أي أسامة أنا. أما الآن فلم يعد الأمر كذلك. الآن أقدم ذلك الإنجاز لنفسي. لن أعود إلى قبيلة ابن وهاش، سأبقى على هذه الأرض حتى يغيبني الثرى. لا تضطرنا إلى عمل نندم عليه يا أسامة. إذن ستقاتلون مع الأشعث؟ نكون أنجاسا إن لم نفعل، حتى وإن كنت شقيقنا. كأني أرى سيوفكم مرفوعة في وجهي. حتى تعود إلى جادة الصواب. الصواب فيما أنوي القيام به. الصواب في أن تترك قبيلة الأشعث وشأنها. الصواب أن تتنحوا عن طريقي. لن نستطيع يا أسامة، فلقد أصبح الأشعث منا وأصبحنا منه، ثم إن زوجتي والجنين الذي في بطنها من قبيلة الأشعث، ويجب أن أدافع عنهما. نحن لا نتعرض للنسوة والأطفال يا عقاب.
ولكنكم تتعرضون لأهلهم والأمر سواء. افعلوا ما بدا لكم. أسامة، لا تفعل يا أسامة. إنها قضية بقاء بالنسبة لي، ولا أساوم عليها. أنصحكم أن ترحلوا الآن. هي الحرب أيها الأشعث، فاستعدوا لها. نحن لها يا أسامة، نحن لها. أحب أن أحارب الأقوياء. فرساني ليسوا حثالة يا أبي، وستعرف من هم بعد قليل. عد أدراجك معهم يا أسامة. لن يمنعني أحد عما شئت من أجله إلا الموت. إذن فأنا أدعوك إلى نزال الموت. الأمر بيني وبين أسامة. نزال الموت بيني وبينك؟ إن قتلتني فلك حربك، وإن قتلتك عاد رجالك من حيث أتوا. هل تعتقد أنك قادر على قتلي؟ أسامة، أنا من علمك الفروسية. علمتني إياها عندما كنت يافعا، ولكني زدت على ما علمتني الكثير. لو دفعت لي بالباشق أو عقاب لقلت إنك جاد فيما تقول. أنا جاد يا أسامة، فإن قتلتني فأنا أدفع ثمن تربية غير صالحة، وإن قتلتك مات شر يجب أن لا يعيش. أو تظن أني أرفع سيفي في وجهك؟ لا يا أبي، حتى وأنت تقتلني سأقتلك يا أسامة، سأقتلك. Die! Die! Die!
تحس بذلك يا أسامة؟ أسامة؟